بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه عز وجل طلب التوفيق والسداد والنجاح يا رب العالمين. نحييكم من هنا من على أرضية ميدان تبوك مع هذه الانطلاقات ومع امتاع الثنايا وابداع الثنايا هنا على بركة الله. تعلن انطلاقة جديدة ألا وهي انطلاقة شوطنا السابع وهو الخاص بالثنايا الإبكار على بركة الله. إذا انطلقنا وعلى الله توكلنا في رحلة البحث عن الانتصار وعن النوماس الغالي، وها هي الأسماء الحاضرة في هذا الشوط، وهذه هي الشعارات القوية والمثيرة بإنجازاتها وببطولاتها على أرضية ميدان تبوك. على أرضية ميدان تبوك تتناثر هذه الشعارات: البداية والصدارة، البداية والمركز الأول، حيث تنطلق وتحضر هنا توافيق بشعار محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي أبناء دولة قطر، حاضرين ومتواجدين هنا في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق مع توافيق على صدارة الشوط. ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الصباح. المركز الثاني، أرى هنا الحضور، أرى القدوم مع شعار هادب بن حمد بن عفصان المنصوري، من وصل في هذه اللحظات مع انطلاقة شعاره ومع حضور هنا هذا الاسم القادم في هذه اللحظات، من حضر هنا شعار هادب بن حمد بن عفصان المنصوري يقدم لنا منصورة باحثا على الانتصار، أي منصورة في هذا الصباح. المركز الثالث، ومن القادمة؟ القادمة هي مقادير، مقادير بشعار مبارك بن مبارك بن علي آلف هذه المري يقدم لنا مقادير. المركز الرابع، ومن تصل في هذه اللحظات؟ الواصلة هي المتحدة محمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري القادم مع انطلاقات المتحدة وحضور المتحدة على المركز الرابع. بينما المركز الخامس، أرى الوصول مع سيافة وعبد الله بن فرج بن حماد العصباري البلوي المقدم لسيافة وحضور سيافة على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة وهكذا هو النداء للخمسة الأسماء الأولى، للخمسة الشعارات المنطلقة والمتواجدة في هذا الشوط المثير مع حضور هذه الأسماء ومع حضور هذه الشعارات على بداية الشوط. أذعنا على حضراتكم الخمسة الأسماء الأولى، ومن هنا نتحول إلى تغييرات هنا الصدارة والبداية. بالفعل لا زالت توافيق المسيطرة والحاضرة في هذا الشوط، محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي يتواجد هنا ويحضر مع انطلاقات توافيق على الصدارة وعلى البداية، يقدم لنا شعاره ويحضر مع الصدارة. أبناء العنابي هنا من يحضرون في هذا الشوط، وهنا يحضرون في هذا الكرنفال الكبير هنا مع حضور هذا الشعار، شعارك يا بن حطاب المنطلق على الصدارة. بينما منصورة تلازم هنا توافيق القادمة، منصورة هادب بن حمد بن حفصان المنصوري يقدم لنا منصورة، شعارك يا الهداف الحاضر في هذا الشوط هادف بن حمد بن حفصان المنصوري على المركز الثاني مع انطلاقات منصورة وحضور منصورة على المركز الثاني، تتواجد وتحضر في هذا الشوط مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث، أرى الأسماء قادمة، أرى الشعارات من بدأت بالوصول وبدأت بالاقتراب، كلما نقترب من خط النهاية كلما بدأت أسماء جديدة تظهر في هذا الشوط. القادمة هنا الواصلة في هذا الانطلاق المتحدة
وقادم مع المتحدة محمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري، قادم مع المتحدة ومع انطلاقات المتحدة، ومن وصل في هذه اللحظات الشايبة هي القادمة، مبارك بن سالم بن مبخوت المنهالي المقدم للشايبة وحضور الشايبة، ووصلت سيافة عبد الله بن فرج بن حماد العصباني البلوي، يصل هنا مع سيافة لهنا، هنا الأسماء القادمة والشعارات الواصلة في هذا الانطلاق الحاضرة في هذا الشوط. ولكن مشاهدينا الكرام، نعود إلى سيطرة البداية وإلى سيطرة توافيك مع شعار بهنالك بن حطاب، محمد بن ناصر بن حطاب الكعبي يتواجد هنا مع توافيك، مع هنا الحاضرة في هذا الشوط المتواجدة والباحثة عن النوماس، الغالي من يريد أن يهدي السلامات إلى أبناء قطر أبناء الدوحة على الصدارة وعلى البداية، بينما الشايبة قادمة، الشايبة هي الحاضرة من المركز الخامس إلى المركز الثاني، من بدأت بالاقتراب، من بدأت بالحضور، ومن يقدم لنا هنالك الشايبة، مبارك بن سالم بن مبخوت المنهالي القادم والحاضر مع انطلاقات الشايبة، أبناء دولة الإمارات الحاضرين والمتواجدين مع انطلاقات الشايبة وحضور الشايبة. المركز الثالث، بدأت بالاقتراب سيافة عبد الله بن فرج بن حماد العصباري البلوي، هنا يحضر أبو محمد في هذا الشوط مع انطلاقات سيافة وحضور سيافة. على المركز الثالث بدأت بالقدوم وبدأت بالوصول مع انطلاق سيافة. المركز الرابع، أرى شعار هنا صالح بن بنيا بن صالح البلوي، هنا من يحضر ويقدم لنا شعار، يقدم لنا وزن القادمة على المركز الرابع هنا، والأسماء قادمة، الشعارات الواصلة وصلت الأسماء، وصلت هنا الشعارات الحاضرة والمتواجدة في هذا الشوط. المركز الخامس، هنا الوصول مع شعار عبد الله بن سالم بن ربيع البلوي، يقدم لنا حلوة، حلوة هي الحاضرة على المركز الخامس، ولكن الصراع، الصراع الأول، النزاع الأول ما بين الشايبة وما بين توافيك، توافيك والشايبة، الشايبة وتوافيك، هذا الانفراد وهذا التحدي. بدأنا هنا بتحدي هنا لوحة الكيلو الأخير، الكيل الخطير، الكيل المثير، جسر العبور، العبور إلى النوماس، العبور إلى الانتصار، ولكن الشايبة تحضر، الشايبة تتواجد بشعار مبارك بن سالم بن مبخوت المنهالي، يتواجد مع انطلاقات الشايبة وحضور الشايبة على الصدارة. توافيك تصل على المركز الثاني بشعار، هنا هنالك الكعبي يصل، محمد بن ناصر بن حطاب الكعبي، ولكن يمبارك، لمن نبارك، لمن نبارك يا راعي الشايبة، انطلق هنا مع حضور الشايبة هنا بهذا الانطلاق، مبارك بن سالم بن مبخوت المنهالي حضر وتواجد هنا مع الشايبة، هنا ينطلق أبناء دولة الإمارات، أبناء هنالك الأشقاء الأحباء الحاضرين في هذا الشوط، مشكور يا أبو سالم، العصا في الأبطان، العصا تسلم على الغارب الأصيل، ما شاء الله وتبارك الله، تحضر وتتواجد بكل جدارة، بكل حضور، بكل ثقة، هنا من تحضر الشايبة، هنا من تحضر الشايبة، مبارك بن سالم بن مبخوت المنهالي ذهب بالسلامات إلى أبناء دولة الإمارات والعصا في الأبطان، ما شاء الله، هكذا حضور وتميز هذا الصباح مع انطلاقة الشايبة، مبارك بن سالم بن مبخوت المنهالي تارينا، وألف ألف مبروك لمالك الشايبة. المركز الثاني، هنالك حضرت شعار هادي بن حمد بن عفصان المنصوري، من قدم لنا أخيره. المركز الثالث،
المركز الثالث حضروا ذلك الشعار. إذن تهانينا وألف مبروك، هكذا هي لحظات الإعادة، وفي الإعادة إفادة مع الشايبة وحضور الشايبة، لحظات الوصول ولحظات الانتصار. 9:35 12 جزءا من الثانية، المركز الثاني حضرت هنالك خيرة، وهي لحظات الفوتو فينش هنا ما بين خيرة وما بين هنا الحاضرة رؤية بشعر محمد بن ناصر بن حمود الهاجري. لحظات الوصول خيرة هادي بن حمد بن عفصان المنصوري. 9:40 47 جزءا من الثانية، المركز الثالث حضرت هنالك روية بشعار محمد بن ناصر بن حمود الهاجري. 9:40 65 جزءا من الثانية، المركز الرابع حضرت هنالك جلمودة بشعار عودة بن حمد بن عودة العطوي. مع المركز الرابع، المركز الخامس حضرت هنالك حلوة عبد الله بن سالم البلوي مع انطلاقة حلوة. إذن مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، هكذا كان الحضور وكان التميز. الحاضر مع الأشقاء مع أبناء دولة الإمارات الخاطفين، وهنا المهدين السلامات هنا إلى أبناء دولة الإمارات مع انطلاقة الشايبة. مبارك بن سالم بن مبخوت المنهالي غادر.